واحد بيقول لماذا الاعتراف مع انه يتعارض مع العقل؟ برضو تفكير بروتستانتي. لماذا الاعتراف مع انه يتعارض مع العقل؟ لماذا لا يعترف الشخص على الله مباشرة؟ وذلك نتيجة لعمل المسيح الذي نقض كل فاصل بيننا وبين الله. ما هو الاعتراف ليس فاصل بينك وبين الله، بالعكس، ده انت بتعترف على الكاهن اللي هو وكيل لله على الارض، فيبقى مش منفصل عن الله. كمان الكاهن بيربطك بربنا، فيبقى مش منفصل عن الله. والكاهن بيقرا لك الحل ويطلب مغفرة من الله ليك، فازاي تقول ان هو بيفصلك عن ربنا وانه ضد العقل؟ ولو كان ضد العقل وبيفصل عن ربنا ما كانش يمارس في العهد القديم والعهد الجديد، لان ما نقدرش نقول ان العهد القديم والعهد الجديد كانوا ضد العقل. كان بيمارس في العهد القديم من اوله لاخره، وفي اخره نجد بالنسبة ليوحنا المعمدان موجود في انجيل متى اصحاح 3 آية 6، بيقول كانوا بيقولوا من كل الاردن وكل البلاد المحيطة ليعتمدوا معترفين بخطاياهم. ومن جهة العهد الجديد موجودة في اعمال الرسل اصحاح 19 آية 18، ان كانوا بيجوا للرسل مقرين بخطاياهم. فيا ابني، كل ما في الحكاية انك ما بتحبش تعترف عشانك مكسوف انك تقول الكلام ده قصاد الكاهن. بصراحة كده، هي مش مسألة عقيدة، مسألة كسوف. واحسن انك تنكسف عشان تاني مرة ما تعملهاش. انت ما بتنكسفش قصاد ربنا، فبتخطي الخطية قصاد ربنا من غير ما تنكسف. فربنا بيخليك تعترف قصاد بشر زيك عشان تنكسف وتحرم تعملها تاني. ومع ذلك في رسالة يعقوب اصحاح 5 بيقول معترفين بعضكم على بعض بالزلات. بعضكم على بعض يعني بشر على بشر. لماذا لا تعترف الكنيسة الأرثوذكسية بالتكلم بألسنة ومعمودية الروح القدس؟ أما من جهة معمودية الروح القدس فلازم تعرف إننا نؤمن بمعمودية واحدة فقط، ودي موجودة في الرسالة إلى أفسس إصحاح 4 آية 5، بيقول رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. فإزاي أنت بتتعمد بالماء وبعدين تتعمد بالروح القدس يبقوا معموديتين؟ فدي ضد تعليم الكتاب المقدس. والتكلم بألسنة ليست لازمة لكل أحد. كان زمان ربنا بيسمح بالألسنة عشان ينقلوا الإيمان للناس اللي ما بيفهموش اللسان بتاعهم. لكن دلوقتي ناس موجودين في كنيسة وكلهم يعرفوا اللغة العربية، ويطلع واحد يتكلم بألسنة، إيه لزومه يعني؟ ما هم فاهمينك وأنت فاهمهم. يا ريت تطلع انت قصادنا دلوقتي وتتكلم بألسنة ونشوفك هتقول ايه. ممكن؟ يا ابني الألسنة مش هي اللي توصل لربنا. اللي يوصل لربنا نقاوة القلب والإيمان
وثمار الروح القدس، ده اللي يوصل لربنا. لكن التكلم بألسنة ما يوصل لك شيء لربنا. ده بولس الرسول في كورنثوس الأولى 14 بيقول أقول 5 كلمات بفهم أحسن من 10,000 كلمة باللسان. ينفعك الألسنة دي؟ وجايز بعض الناس يحبوا الألسنة كنوع من الكبرياء والانتفاخ، انه بقى بتاع الروح القدس وبياخد مواهب وبيتكلم بألسنة. سؤال، واحدة بتقول أنا فتاة عمري 22 سنة تقدم لخطبتي شاب أهم ما يميزه مخافة الله في قلبه، وهو مناسب من أغلب النواحي، لكني لا أشعر تجاهه بأي مشاعر، لكن أنتظر من الرب أن يدبر الأمور ويعطيني السلام. دبرني ماذا أفعل؟ برضو أنتظر. جايز ما عندكش مشاعر من نحوه لأنك ما عشرتهوش لسه، ربما بالعشرة، بالاتصال، بالكلام، بالحديث، الأمور تتصلح معك. سؤال، قال العلامة أوريجانوس عن نفسه: أيها البرج العالي كيف سقط؟ فهل هذه العبارة تدل على أنه تاب قبل أن يموت مثل سليمان الحكيم عندما قال الكل باطل؟ لا، تدل على أنه أحس بالنتائج السيئة جدا اللي وصل إليها من الوضع اللي هو فيه. واحد بيقول أنا أرمل وسني 73 عاما وأريد الزواج، جات لك الإجابة إيه؟ مع العلم إن لي ابنة عندها طفلان، يعني بنته متجوزة وعندها أطفال وزوجها متوفى، فهل أتزوج أم أشرف على أطفال بنتي؟ وهل الزواج مناسب لرجل في سني وأن تكون لي زوجة تؤنسني، تؤنس 73؟ انت تفكر في الاخرة الصالحة. ده تلاقي سمع الاخبار اللي ساعات بتنشرها الجرايد ان في ستات في الغرب بيجوزوا في السن دي، تعمل ايه؟ تقتل سمين دلوقتي؟ مش معقول الكلام ده. في الاول تروح تعمل كشف قلب، وبعدين شوية كشوفات أخرى عشان تعرف هل صحتك تصلح للزواج أو لا. ما دام ما بتفكرش روحياتك تصلح للزواج أو لا، شوف صحتك تنفع للزواج أو لا.
وربنا يعطيك الأخرة الصالحة. واحد بيسأل عن الآية اللي بتقول ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا أن لا يكون هربكم في شتاء أو في سبت. بيقول لماذا لا يكون شتاء أو سبت؟ السيد المسيح في متى 24 بيتكلم عن نقطتين، نقطة منهم نهاية العالم ونقطة منهم خراب أورشليم. حكاية خراب أورشليم تحققت سنة 70 ميلادية لما هجم القائد تيتوس على أورشليم وخربها. طبعا اليهود اللي كانوا موجودين هناك كانوا بيهربوا من المدينة، فبيقول لهم صلوا ان لا يكون هربكم في شتاء او سبت علشان ما تتعبوش في فترة الهرب. لما بيكونوا في السبت ما يقدروش يشيلوا اي حاجة ويهربوا بيها، لان على حسب الشريعة ما يحملوش حاجة. كان خصوصا الكتب والفريسيين كانوا مدققين او في النقطة دي. فقال لهم صلوا ان الهرب بتاعكم من اورشليم في تلك الايام ما يكونش في شتاء والمطر نزل عليكم وانتوا بتهربوا، او في يوم سبت وضميركم بيتعبكم لما تحملوا حاجة. واحد بيقول ما رأي قداستكم في شابة تصلي بالأجبية داخل المترو وتقوم أثناء الصلاة بكل متطلبات الصلاة، سجود ومطنيات مخففة ورشم علامة الصليب وإغلاق العينين وبسط الذراعين وقت الصلاة الربانية؟ السيد المسيح قال إن كنت لا تصلوا أمام الناس لا في زوايا الشوارع ولا لكي ينظروكم، ولا تكون هذه الآنسة عثرة أمام الناس. عايزة تصلي بالأجبية ما فيش مانع تصلي في قلبها، لكن تغمض عينيها وترفع ايديها لفوق وتوطي وتسجد وترشم الصليب، دي عملية مش صح. تصلي في قلبك بينك وبين ربنا، وبلاش المنظر ده، وما تخليش الناس يقفوا يتفرجوا عليكي او جايز يعلقوا تعليقات غير لائقة، او جايز يستهزئوا بيكي، او جايز يضحكوا على صلاتك. الوضع ده وضع مش سليم. محبش بنات يصلوا بهذا الاسلوب المنتقد من الناس الواضح امام الكل. محدش يمنعك انك تصلي، صلي في قلبك، صلي في قلبك في صمت في هدوء بدون حركات ظاهره.